اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. امبارح ما عرفناش نختار حاجه في الافضل لانه اليوم كان فقير، ما فيش غير هدف من ضربه جزاء، لكن النهارده مع نهايه الاسبوع عندنا اختيارات كتيره يعني، وباعتبار يا حارس مرمى فهتحيز النهارده شويه لحراس المرمى وابدا بالانقاذات، لان عندنا اكتر من انقاذ اكتر من رائع، واحنا دايما بناخد 3 انقاذات لكن النهارده عندنا 4 انقاذات. يلا بينا بالقفاز الذهبي يا وائل. بتشعر لما نادي شعبي وجماهيري بيكسب بتحس ان في حاله كده من الارتياح، حتى لو انت بتحبش النادي ده، لكن دايما بتبقى تلاقي نفسك رايح للانديه الشعبيه يعني او الانديه الجماهيريه، بتبقى حاجه جميله. لكن خلي بالكوا ده ما ينفيش انه فرق المؤسسات والشركات عملت نقله كبيره في الدوري العام وبقت بتكسب الاهلي والزمالك وكده، ولها دور كبير وبقت مزعجه واحيانا مقلقه جدا لبعض الفرق. النهارده الحقيقه السوبر ستار كان نجم النادي الاسماعيلي. مش ياو انور بس اللي من الاسماعيلي فاز بلقب من القاب هذا الاسبوع كسوبر ستار، لكن ايضا المدرب كان مدرب النادي الاسماعيلي. إيهاب جلال بيعيد تقديم نفسه كواحد من أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، لكن اللي على يمينه ده بقى كمان كان واحد من أهم المهاجمين في تاريخ مصر. كان دايما كابتن عبده صالح الوحش يقول لك عماد سليمان لاعب برازيلي جاء عنوانه خطأ على القاهرة. تحية للكابتن علي أبو جريش رئيس اللجنة الفنية، كابتن إيهاب جلال مدرب الأسبوع، والكابتن عماد سليمان رمز كبير جدا لكرة القدم. تعالوا بقى نروح للهدافين وناخد أهداف الأسبوع. طبعا هدف ابراهيم عادل من الاهداف الجميله جدا، لكن لو انا اللي بختار بصراحه هاخد هدف عمر كمال عبد الواحد، لانه التسديده والكره اتصدت 3 4 5 مرات، لكن هذا الاتقان اعتقد مش طبيعي، وهذه القوه الحقيقه. هو لاعب كمان شديد الاحترام وشديد الادب، بيني وبينكم هي تحير يعني، فابراهيم عادل او عمر كمال عبد الواحد الاثنين واحد. تعال ناخد فريق الاسبوع الحقيقه، ودايما مش مرتبطه بالنتيجه، ممكن تكون فرقتك خسرانه لكن تكون مادي مباراه طيبه، وده اللي حصل مع احمد مسعود حارس مرمى فريق الجونه اللي خد حارس الاسبوع، وحمدي النجاز في مركز الظهير الايمن، وحمد لله على السلامه حمدي، احمد علاء المعولين عرب، محمد فتح الله كماتشو طلائع الجيش، عمر كمال عبد الواحد وبيتوظف على فكره باك ليفت، فعمر كمال بدأ الدوري باك ليفت، محمد اشرف رؤى الزمالك، سمير فكري المصري، عبد الرحمن مجدي الاسماعيلي، ابراهيم عادل بيراميدز، ياو انور الاسماعيلي، وجوب مابولولو الاتحاد السكندري، ونتمنى للجميع كل التوفيق. طيب.